فيك واطيعك دوم حبا في جمالك وارضى بما تختار وافعل ما تريد. لبيك يا اقرب من الحبل الوريد يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المأمون: لم أرى أحدا بارا بوالده مثل الفضل بن يحيى البرمكي. يقول: لقد بلغ من بره بأبيه أن والده كان لا يتوضأ إلا بالماء الحار، وكان الابن مع أبيه في السجن، فمنعهما حارس السجن من إدخال الحطب لتسخين الماء، وكانت ليلة باردة، فعندما نام الأب قام الابن إلى إناء كان بالسجن فملأه بالماء وأدناه من المصباح، مصباح شمعة المصباح، قال: فلم يزل قائما والإناء في يده حتى أصبح، لكي يسخن له الماء. وحكي أن حارس السجن انتبه إلى أن الابن يسخن الإناء بالمصباح فمنعهم من المصباح في الليلة التالية، فأخذ الابن الإناء معه إلى الفراش وألصقه ببطنه طوال الليل، فلما أصبحوا كان الماء قد ذهبت برودته. كل هذا لكي يتوضأ أبوه بالماء الدافئ. والله أنا أعرف أن الأب حتى لو لم يحصل على الماء الدافئ، لكن فقط كون يرى ابنه يفعل له ذلك، والله هذه أسعد لقلبه من كل شيء في هذه الدنيا. هذه إبداعات في باب بر الوالدين، فماذا ستفعل أنت؟ المفروض أنك اليوم تخرج من هذه الحلقة باقتراحات لبر الوالدين ستغير نظرة والديك عنك رأسا على عقب. بعضها أشياء صغيرة ولكنها تسعد الوالدين جدا جدا، وأنا لا أستبعد أنك إذا طبقتها فستكون أكثر واحد من الأبناء محبوبا عند والديك، حتى ولو كان يحبان الآن إخوانك أكثر منك. تابع معي هذه الحلقة وسوف تتغير مشاعرهما تماما، ستكون أنت الأعلى بينهم جميعا. يا الله يا الله. أولا يجب أن نعرف لماذا الصالحون يبرون آبائهم وأمهاتهم، لماذا؟ ما الذي يحركهم لهذه الدرجة؟ إنهم يفعلون أشياء لوالديهم عجيبة ويستمرون على ذلك فترة طويلة، يعني ليس شهر أو شهرين ولا سنة أو سنتين، بل طوال العمر. فما الذي يجعلهم يصبرون على ذلك؟ إن الذي يصبرهم على ذلك هو رائحة الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة. أوسط يعني أفضل. قال أبو الدرداء: فإن شئت فأضع هذا الباب أو احفظه. نعم، إنهم يخافون من أن يخسروا شرفا عظيما في الآخرة، وهو شرف الجنة، وشرف آخر أن ينظر الله للعبد يوم القيامة. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العاق لا ينظر الله إليه يوم القيامة، بل أكثر من هذا، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة عاق. انتبه، والله والله إني أخاف عليك. هل عرفتم الآن ما الذي يحرك الصالحين لبر الوالدين؟ يا الله يا الله. كان السابقون يهتمون لموضوع بر الوالدين، بل ويضربون في ذلك أروع الأمثلة. هذا ابن سيرين كان إذا كلم أمه كأنه يتضرع، وإذا دخلت عليه أمه يتغير وجهه. مرة من المرات دخل رجل على محمد بن سيرين وهو جالس عند أمه كأنه مريض، فقال الرجل: ما شأن محمد؟ أيشتكي من شيء؟ قالوا: لا، ولكنه هكذا يكون إذا كان عند أمه. وأحيانا تكون طلبات الأم بالنسبة لك تافهة، أنا أعرف ذلك،
أو بالنسبة لك يمكن تأجيلها فيتركها الإنسان. ليس المهم أن تكون هذه الأشياء مهمة بالنسبة لك، أهم شيء أن تكون مهمة بالنسبة لها هي فقط، أهم شيء أن ترضاها. كان بن شريح أحد علماء التابعين يدرس في المسجد، طبعا المسجد كان بالنسبة لهم كالجامعة، فكان يدرس هناك ويحضر عنده تلاميذ من أماكن بعيدة، وكانت تأتيه أمه وهو في التدريس فتقول له قم فأعطي الدجاج علفا، قم، فيترك كبار الطلبة وهم رجال ويقوم ويطعم الدجاج برا بوالدته ثم يعود لهم مرة أخرى. أخواني أخواتي، أنا أعرف أن البعض قد يكون محسناً لوالديه باراً بهم، لكن في الحقيقة لو تأمل بينه وبين نفسه فإنه لم يبدع بالإحسان إليهما، يعني أنه لم يبالغ في برهما. نعم إنه لا يغضبهما ويزورهما فترة لأخرى، لكن لا يوجد شيء مميز في الحقيقة. نريد أن نفعل شيئاً أكثر من المعتاد لدى الناس، نريد في هذا الزمن أن نرى أناساً يفعلون أشياء من البر كالتي نسمع عنها في الحكايات، ولعل بعضكم يعرف كثيراً منها. نريد برًا من هذا النوع، ولك الآن أن تبدع لنا في بر والديك. تفنن في إدخال السرور عليهما بأشياء فوق المعتاد. لكن إياك أن تفعل ذلك لكي يمدحك الناس أو لكي تكون معروفا وسط الأسرة بأنك بار بوالديك، إياك، لأن هذا يسمى رياء وسمعة. والمفروض أنك تبر والديك بإخلاص لوجه الله وحده. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وكم من إنسان تعب في بر والديه لكنه لم يجد في صحيفته من ذلك البر ولا حسنة واحدة. لماذا؟ بسبب حبه للمدح والثناء، يريد أن يمدحه فأخذ ما كان يريد في الدنيا وخسر الأجر يوم القيامة. لهذا إخواني وأخواتي، أريدكم أن تقولوا لمن لم يخلص في بر والديه لا تتعب. لدي اقتراحات لبر الوالدين، إذا طبقتها فيمكن أن تكون أنت أكثر واحد محبوب من إخوانك وستسعدهم جدا. انتبه لها، وإذا استطعت أن تسجلها بورقة فهو أفضل. أولا، حاول وضع حساب بنكي خاص للأم يشترك فيه الأبناء بوضع مبلغ شهري معين. لماذا؟ لكي تأخذ منه الأم احتياجاتها بدون أن تضطر لطلب ذلك من الأبناء. احرص مع إخوانك على عمل هذا الاقتراح حتى ولو كانت الأم موظفة، فالأم تحب أن ترى بر أولادها بها حتى ولو كانت غير محتاجة لتلك المبالغ. الاقتراح الثاني، بما أنه توجد مناسبات كثيرة في السنة فاختر هدية لكل مناسبة. قدوم رمضان في هدية، أيام العيد، زواج الأبناء، نجاح الأبناء في هدية، العودة من السفر لها هدايا، ملابس مميزة عند دخول موسم الشتاء، موسم الصيف وغيرها. سؤال، متى هي آخر مرة أحضرت فيها هدية لوالديك؟ الاقتراح الثالث، أعن أمك على صلة رحمها والتواصل مع أحبابها وصديقاتها، فإن هذا والله يغير نفسية الأم ويسعدها كثيرا. ويا حبذا لو أخذت لها هدايا لهم لكي تقدمها الأم لهم وكأن الهدية منها. خذ هدية لأخواتها ولإخوانها، هدية لأبيك لكي تقدمها الأم له، وهكذا. لدي اقتراح رابع، رتب لهما مفاجأة للسفر إلى بيت الله الحرام وللمدينة المنورة، وفي أثناء الرحلة حاول أن تكون كالعبد بين يديهما، تخدمهما وتراقب لهما مخاطر الطريق، تبعد الزحام عنهما، فإن هذا والله من أجمل المشاعر التي يحس بها الوالدان. اقتراح خامس،
لا تحرم أمك من أي شيء تحبه المرأة عموما، حتى وإن كانت كبيرة في السن. أحضر لها عطورا، أدوات تجميل، ثياب جديدة، حتى ملابس سهرات جميلة، اجعلها تعيش عمرها من جديد. اقتراح آخر، اكتب للوالدين صدقة تسجل باسمهم، إما مشاركة بناء مسجد أو كفالة أيتام أو حتى تحفيظ كتاب الله. يعني لو أنك مثلا تكفلت في حلقة تحفيظ القرآن باسم والديك، بعد ذلك خذ نتائج تحفيظ الأولاد في كل شهر أو كل أسبوع وشارك هذه النتائج مع والديك، فتقول لهما مثلا الطالب أحمد أكمل 3 أجزاء هذا الأسبوع، والطالب خالد سيصل إلى نصف القرآن قريبا، والطالب الفلاني صوته جميل، وإن شاء الله يا والدي ويا أمي هذا كله سيكون بميزان حسناتكم إن شاء الله. تخيل كيف سيكون شعورهم في تلك اللحظة. أنا أظن أنهما سينتظران هذه الجلسة الأسبوعية بفارغ الصبر. أيضا من الاقتراحات أن تجعل هناك جائزة لأحسن من يعامل والديك من أبنائك، فالذي يرضيهما من أبنائك أكثر سيحصل على هدية قيمة، وسيجلس والداك الآن يتفرجان على تسابق الأحفاد على قلبهم. شيء جميل والله. اقتراح ثامن أيضا، الأم غالبا تحب إذا جلست مع صديقاتها أن تذكر لهم أن هذا الهاتف الجوال من إهداء ابني فلان. مع التطور الموجود الآن في الأجهزة، اذهب واختر لها جهازا حديثا واجعل فاتورة الهاتف الشهرية عليك، وحاول أن تعلمها عليه كيف تستخدمه، فحتى لو يعني تستخدم كل المميزات التي فيه يكفي أنها تحمله، بحيث كل من رآها يستغرب فلانة عندها أحدث جهاز، يقول أوه ما شاء الله عندها الجهاز الفلاني، فتقول نعم هذا ابني فلان يعطيني هذه الأشياء، أنا لا أهتم بهذه الأجهزة لكنه حريص علي. الأمهات تحب أن تفعل ذلك دائما. ثم تعاهدها مع والدك بالرسائل الجميلة، أرسل لهم رسائل جميلة ذات كلام عاطفي جميل، صدقني سيغير ذلك في نفوسهم جدا. يا الله يا الله. ما سبق كان عبارة عن اقتراحات تحتاج إلى صرف مادي قليلا، لكن توجد اقتراحات لبر الوالدين لا تكلفك شيئا، وأحيانا تؤثر في الوالدين أكثر من الهدايا والعطايا. تأمل معي هذه الاقتراحات. الاقتراح الأول، توجد أماكن لها ذكريات جميلة في قلب الأم، مثل الأماكن التي عاشت فيها الأم أيام صغرها أو أول أيام زواجها، فهل فكرنا أن نأخذ الأم لتلك الأماكن وأن نجعلها تتذكر أجمل أيام حياتها؟ الاقتراح الثاني، انسب كل نجاح في حياتك لفضل تربيتهما بعد الله، واجعلهما يسمعان هذا الكلام خاصة مع وجود الأقارب والإخوة والأخوات، إنهم سيحبون ذلك. اقتراح ثالث، اجعلهما أول من يعلم بكل خبر سعيد في حياتك، أول من يعلم عن نجاحك، أول من يعلم عن ترقيتك بالعمل، أول من يعلم أنك سترجع من السفر، أول من يعرف عن مولودك الجديد، وهكذا. أيضا اقتراح رابع، خذ والديك برحلة جماعية معك ومع أبنائك أو مع إخوتك، فإن ذلك سوف يجدد نشاطهما. ومن الاقتراحات ألا تنسى بين فترة وأخرى أن تقول للأم كلمات عاطفية رقيقة. سبحان الله، المرأة حتى ولو كبر سنها فإنها تطرب لسماع الكلمات العاطفية. قل يا حبيبتي، يا جميلة، يا غالية، قد تكون أنت الوحيد الذي يعطيها هذه الكلمات. والنساء مدمنات على سماع الكلام العاطفي من الأبناء حتى ولو كبر سنهم. أيضا اقتراح سادس، عند عزمك على السفر فحرص أن يكون والداك هم آخر من تودع، فتحظى بدعواتهما التي هي بإذن الله مستجابة. فإذا كنت في بلد أخرى يعني اجعل الاتصال هو البديل، وعند قدومك من السفر يكونان هما أول من يراك بعد سفرك. أما إذا كانا يسكنان معك في نفس البلدة فاجعل لهما وقتا محددا في كل يوم تزورهما، مثلا ما بين المغرب والعشاء في كل يوم هو وقت مخصص لأبي وأمي، ويصبح من المواعيد الثابتة لديك،
ولتحرص أن تكون هذه المقابلة تليق بهما، فلا يأتي المرء على عجل ثم يمضي، بل يعطيهم حقهم. يا الله يا الله. في نفته ايش فريدي؟ تي είναι αυτό؟ Μόλις τώρα στο παπατέρα σπουργίτη είναι. Ένα σπουργίτη είναι ο πατέρα. Ένα σπουργίτη. Σπου-γι-τι. Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις τόσες φορές σου είπα. Είναι ένα σπουργίτη. Δεν το καταλαβαίνεις. Πού πας? Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3 καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένας σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντι μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και του απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν ένας σπουργίτη. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι. لكن توجد مشكلة. بعض الناس يقول لا أستطيع أن أكون باراً بأبي وأمي، أسلوبهما معي قاسي. أي والله أحياناً تجد بعض الأبناء يقول أنا أريد أن أحسن إليهما لكنهما يشدان علي، يتعاملان بطريقة لا أحبها، فأترك برهم لهذا السبب. سأذكره لكم، وسأذكر لكم أيضاً كيف يمكنك أن تبر والديك بعد وفاتهما، لكن أرجوكم تابعونا في الحلقة القادمة. يا الله يا الله علمتني كيف